وسط الملفات القضائية والأمنية والسياسية المفتوحة وفي خضم حملات مصوبة عليه، كيف يرد وزير العدل أشرف ريفي على منتقديه؟ ماذا جرى بينه وبين الوزير فنيش في الجلسة الحكومية الأخيرة؟ أي أدلة لديه على تورط حزب الله في قضايا تبييض الأموال؟ ماذا عن طرابلس وخطتها الأمنية والإنمائية؟ وزير العدل أشرف ريفي ضيف بولا يعقوبيان. انترفيوز الأربعاء 9:30 مساء على المستقبل، برعاية فولفو. وبالاشتراك مع البنك اللبناني الفرنسي. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم وانترفيوز.